نشرة مسائية مفصلة نقدمها لكم من تلفزيون لبنان. مساء الخير. مساء الخير. نهاية الأسبوع، نهاية حسم المسار الحكومي الذي كثف الرئيس سعد الحريري جهوده من أجل إعداد تشكيلة وزارية يقدمها إلى رئيس الجمهورية تحافظ على العدالة في توزيع الحقائب بعيدا عن الاستئثار وكسر المواقف، على أن يكون هناك مخرج لتمثيل النواب ممن هم خارج تيار المستقبل. وفي رأي أوساط قريبة من بيت الوسط، فإن الرئيس الحريري دور الزوايا إلى الحد الأقصى ودور الحقائب إلى الحد الذي يسمح فيه الواقع السياسي، وأن الحسم الذي يريده سيكون إيجابا بعيدا عن منطق التحدي والاستفراد، الأمر الذي يتطلب تعاون الجميع لئلا تضيع فرصة تنفيذ مقررات مؤتمر ساد، ولئلا يكون لبنان في حال اندلاع العاصفة بحكومة تصريف أعمال. وترددت معلومات عن قلق فرنسي من احتمال قيام إسرائيل باعتداء على لبنان، الأمر الذي يستوجب عقد الخناصر والإسراع في قيام حكومة التحصين، ولكي لا يتأثر الوضع المالي والاقتصادي أكثر من جراء غياب الحكومة، دعا الرئيس نبيه بري هيئة مكتب المجلس النيابي إلى الانعقاد لدرس وإقرار مشروع الموازنة العامة الذي تكون حكومة تصريف الأعمال قد أرسلته بعد عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء. وفي شأن آخر، أعلن رئيس الجمهورية عن مؤتمر قضائي لتحديث القوانين مشددا على مكافحة الفساد. ولكن قبل الدخول في هذه التفاصيل، نبدأ مع مأساة استفاق عليها سكان شارع الكاسليك، ضحيتها الطفل ديفيد سلامي. ملاك طوى مشواره في هذه الدنيا بثلاث سنوات هو الطفل ديفيد توني خليل، الذي توفي في حريق اندلع في الكاسليك، وأصيبت شقيقته فرح 8 سنوات ووالدتهما بسبب حريق اندلع منتصف الليل داخل شقتهم الكائنة في الطبقة السفلية في مبنى سكني في الكاسليك. وترددت معلومات عن إصابة ديفيد وفرح ووالدتهما بحروق بليغة، وسارعت إلى المكان فرق الإطفاء في مركز الدفاع المدني في جوني التي عملت على إخماد الحريق، ونقل المصابون إلى مستشفى سان لويس في جوني حيث أدخلوا إلى غرفة العناية الفائقة، لكن الطفل ديفيد توفي لاحقا متأثرا بحروقه، وبشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الحريق. وقد نعت المدرسة المركزية جوني تلميذها ديفيد على صفحتها على الفيسبوك. وفي ميفوق، شب حريق داخل منزل مختار ميفوق السابق جرجي أسد حنا ما أدى إلى وفاته لشدة اندلاع النيران، وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيقات لمعرفة أسباب الحريق. إلى الشأن الحكومي، لقاءات باريس دفعت بمسار التأليف قدما، وبحسب أوساط سياسية مطلعة فإن نهاية الأسبوع الحالي ستشهد قرارا حاسما على صعيد التشكيل. مجريات هذا الأسبوع على مسار السعي لتأليف الحكومة ستجعل القرار محددا أو حاسما. الكلام لأوساط سياسية مطلعة على المساعي والجهود للتأليف، ومنها اللقاءات والاتصالات التي أجراها الرئيس المكلف سعد الحريري في باريس، وبينها مع الوزير جبران باسيل ثم مع الدكتور سمير جعجع، وإلى اتصالات غير معلنة. صفة الحسم في المسار ستتبلور في الأيام المقبلة وتكون تحديداً على مستوى قرار الرئيس المكلف. الأوساط السياسية مالت إلى وصف الاتجاه بالإيجابي أكثر منه سلبياً، مع العلم أن الاتصالات تبقى في إطار الحكومة الثلاثينية، لكن في النتيجة ستكون نتائج الاتصالات للرئيس المكلف محددة لا بل حاسمة في اتجاه القرار. من جهة ثانية، لم تؤكد الأوساط المتابعة ما تردد عن أن الوزير جبران باسيل عرض على الرئيس الحريري ما يسمى استرجاع الوزير المسيحي من حصة الرئيس المكلف في مقابل أن يسترجع الحريري الوزير السني من حصة رئيس الجمهورية. في أي حال، أفكار عدة مطروحة، منها تبادل الحقائب، مع الإشارة إلى أن القوات اللبنانية ليست متحمسة أبدا للدخول في موضوع التبادل بحسب الأوساط. ويبدو أن لقاءات باريس حركت في شكل لافت مسار السعي لتأليف الحكومة، وأن حسم القرار على مستوى الرئيس المكلف لن ينقضي الأسبوع إلا ويتبلور. رأى الرئيس ميشيل عون أن محاربة الفساد لا تتم بالشكوى من الفساد فحسب، بل بتوثيقه والإبلاغ عنه، لافتا إلى سهولة ضبطه في المؤسسات أكثر من الأفراد.
رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون تسلم التقرير النهائي الذي أعدته هيئة الإشراف على الانتخابات، وذلك في خلال استقبال وفد الهيئة برئاسة القاضي نديم عبد الملك، الذي أشار إلى أن التقرير يعرض للوقائع التي توافرت للهيئة في مجالات الإعلان والإعلام والإنفاق والتمويل الانتخابي، إضافة إلى توصيات واقتراحات لتحسين العملية الانتخابية. الرئيس عون أثنى على الجهود التي بذلوها في سبيل إنجاز تقرير الانتخابات، وقال إنه في نهاية الشهر المقبل سيتم تنظيم مؤتمر حول القضاء يشارك فيه القضاة والمحامون والمتلقون، وإن شاء الله ينتج عنه تعديلات قانونية وعدد من التوصيات بهدف تحديث بعض التطبيقات والقوانين خصوصا في مجال الدفوع الشكلية. عن محاربة الفساد، رأى الرئيس عون أن هذا الأمر لا يتم بالشكوى من الفساد فحسب، بل بتوثيقه وبالإبلاغ عنه، ولفت إلى أنه سعى من جهته إلى توفير الحصانة الفولاذية للقضاة لإبعادهم عن هذه الضغوط، أما الممارسة فيتحمل مسؤوليتها القضاة أنفسهم. الرئيس عون التقى راعي أبرشية صيدا للموارنة المطران مارون العمار ونائب رئيس المؤسسة المارونية للانتشار فادي رومانوس، واطلع منهما على الأوضاع في منطقتي صيدا وجزين والمخالفات التي ترتكب بحق البيئة والطبيعة. كذلك استقبل رئيس الجمهورية النائب زياد أسود والسيدين سمير عون وماهر باسيلة، وكان بحث في شؤون إنمائية. رئيس الجمهورية العماد عون تلقى دعوة رسمية من الرئيس الصربي لزيارة رسمية إلى صربيا، نقلها إليه وزير الزراعة والغابات وإدارة المياه في جمهورية صربيا برانيسلاف نيديموفيتش، الذي استقبله رئيس الجمهورية في قصر بعبدة في حضور وزير الزراعة غازي سعيتر وسفير صربيا في لبنان. وأعرب الرئيس الصربي في رسالته عن امتنان بلاده لوقوف لبنان إلى جانب صربيا في دفاعها عن سيادتها على أراضيها، خصوصا حيال مسألة كوسوفو. الوزير نديموفيتش أشار إلى أنه أتى إلى لبنان لتوقيع مذكرة تفاهم حول التعاون الزراعي بين البلدين مع نظيره اللبناني، ومن شأن هذه المذكرة تطوير تجارتنا وتعاوننا. الوزير زعيتر من جهته تحدث فأشار إلى أن مذكرة التفاهم ترمي إلى تعزيز التنسيق بين لبنان وصربيا في المجال الزراعي لتفعيل عملية تبادل الإنتاج وتأسيس لجنة مشتركة بين البلدين. رئيس الجمهورية نوه بالقرار الذي اتخذته صربيا باستيراد منتجات زراعية من لبنان من دون قيود في خلال زيارة الوزير باسيل، معربا عن أمله في أن يكون توقيع مذكرة التفاهم بين وزارتي الزراعة في البلدين بداية لتعاون أوسع في مجالات عدة. دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى الاجتماع عند 12:15 من ظهر يوم الأربعاء المقبل. وكان الرئيس بري وفي حديث صحفي قال إن مجلس النواب سيتحرك وسيدعو هيئة مكتب المجلس إلى الانعقاد لتحديد جلسة نيابية، خصوصا أن هناك مواضيع لا يمكن السكوت عنها ومن الضروري رفع الصوت من أجل إقرار الموازنة. وقال: أنا في اختصار وليعلم الجميع أنني لن أقف متفرجا على انهيار البلد، وهذه مسؤولية الجميع. في بيت الوسط، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري التقى وزير الزراعة في الجمهورية الصربية، يرافقه وزير الزراعة غازي زعيتر والمدير العام للوزارة لويس لحود، وتم خلال اللقاء عرض سبل تبادل الخبرات بين البلدين. وقد أطلع الوفد الصربي رئيس الحكومة على مضمون مذاكرة التفاهم التي سيوقعها غدا بين البلدين والمتعلقة بالقطاع الزراعي. ومساء التقى الرئيس الحريري رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة كريستينا لاسن، وعرض معها المستجدات المحلية والإقليمية. وكان قد استقبل الحريري وفدا من شركة البراق القطرية للإنتاج الإعلامي برئاسة رئيسة مجلس الإدارة فاطمة الدرويش. السفير الروسي زار قصر بوستروس مؤكدا تطوير التعاون مع لبنان في كل المجالات. استقبل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في مكتبه السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبيكين، الذي أكد على ضرورة التلاحم للشعوب والتوافق في المجتمعات وتطبيق العيش المشترك. وقال: لقد أبلغت الوزير باسيل عن بعض الخطوات الروسية في سوريا لمصلحة تطبيع الأوضاع والاستقرار والأمن والتسوية السياسية واستكمال القضاء على الإرهاب وإعادة النازحين وإعادة الأعمار. فأبلغت بعض الخطوات الروسية في سوريا لمصلحة تطبيع الأوضاع والاستقرار والأمن والتسوية السياسية واستكمال القضاء على الإرهاب وإعادة النازحين وإعادة الإعمار. كما أننا نحن أكدنا مرة أخرى ضرورة
التلاحم للشعوب وضرورة التوافق في المجتمعات وتثبيت للعيش المشترك والأمن المتساوي للجميع. باسيل كان التقى اليوم أيضا وزير الزراعة في جمهورية صربيا على رأس وفد وفي حضور مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود. طلب وزير العدل سليم جريصاتي من النائب العام لدى المحكمة التمييز القاضي سمير حمود سندا للمادة 14 من قانون أصول المحاكمة الجزائية إجراء التعقبات بشأن أفعال تنطبق عليها أوصاف الإهمال الوظيفي وهدر الأموال العامة واختلاسها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. أمبراطور المولدات أمام قاضي التحقيق، فقد ادعت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضي غادة عون على الموقوفين جوزيف بشعلاني وداني أوديشو سندا إلى المواد 655 و770 عقوبات، وطلبت توقيفهما وجهيا، وأحيل الملف إلى قاضي التحقيق أحنا بريدي للاستماع إليهما. وكان رجل الأعمال داني أوديشو أوقف رسميا في مركز أمن الدولة في الدكويني بإشارة من القاضي عون بعد الاستماع لإفادته في قضية المولدات في جبل لبنان. أعلنت وزارة البيئة في بيان أنه منعا لتجدد أزمة النفايات المطلوب إلى جانب ما تعد له الوزارة تطبيقا للقانون 80/2018 أمور 3 إقرار المجلس النيابي اقتراح القانون المقدم من النائب نعمة فرام حول إعفاء البلديات من ديونها المتعلقة بالنفايات تمكينا للمشاريع اللامركزية، تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن للبدء بالمشاريع المركزية واتخاذ تدابير استباقية منعا لحدوث أي أزمة نفايات جديدة، تحمل كل فرد لمسؤوليته في هذا المجال إن لجهات التخفيف من إنتاج النفايات وإعادة الاستعمال والفرز. طريق الأوزاعي باتجاه بيروت تحول صباحا إلى مرآب للسيارات، فانتظر اللبنانيون صباحا لساعات في سياراتهم بسبب منع مرور السير بشكل كلي على طريق خلد الأوزاعي باتجاه بيروت وتحويله إلى أنفاق المطار الشويفات بسبب حصول انخساف للطريق المعبد على المسلك الشرقي لطريق الأوزاعي أمام المدرسة الرسمية، ما أدى إلى إحداث حفرة عميقة تقدر بثلاثة أمتار. ولاحقا أفادت غرفة التحكم المروري أنه بعد المتابعة والتنسيق مع المعنيين وتسهيلا لحركة المرور تم فتح الطريق نحو الكوستا برافا مستديرة الأوزاعي باتجاه أوتوستراد المطار. الموقع الإلكتروني لمطار رفيق الحريري الدولي يتعرض لقرصنة من قبل مجموعة شبان سوريين. تعرض الموقع الإلكتروني لمطار رفيق الحريري الدولي ليلة الأحد الاثنين للقرصنة من قبل مجموعة أطلقت على نفسها اسم جنود المعارضة السورية قبل أن يتم استعادته بعد ساعات. وكان المدير العام للطيران المدني في المطار محمد شهاب الدين أكد أن موقع المطار تعرض للقرصنة الليلة الماضية، وقد سارعت المديرية للاتصال بالشركة المعنية وتمت معالجة الأمر. وجاء رد شهاب الدين بعد أن كانت المجموعة المقرصنة قالت في بيان على الصفحة الرئيسية للموقع المخترق إن العملية أتت ردا على مقتل الطفل السوري أحمد الزعبي، وطالب القراصنة بمحاسبة المسؤول عن مقتل الطفل، محذرين في الوقت ذاته من الاعتداء على اللاجئين السوريين في لبنان. نواصل نشاطنا من تلفزيون لبنان. في بن شعير رئيس تيار المارادة سليمان فرنجي عرض التطورات في لبنان والمنطقة مع السفير الفرنسي برونو فوشي في حضور الوزير السابق روني عريشي. النائب إبراهيم كنعان وبعد اجتماع لجنة المال والموازنة قال إن عدد المستفيدين من سلسلة الرتب والرواتب ترتفع سنة بعد أخرى بسبب عدم احترام قرار وقف التوظيف، وأضاف على قد بساط الدولة يكون الإنفاق والوضع لا يحتمل الترف، ووقف الهدر هو قرار سياسي. ما بقى فينا نمد إجرينا مثل ما على الشيء هذا المثل العامي أكتر بكتير من ما بتسمح لنا
يعني قد ما بيسمح لنا بساطنا. منيح؟ عقد بساطك مد جراك. اليوم الوضع منه سليم، بمعنى انه هيدا الترف وهيدا عملية التفلت، وانه بدنا نساير هون وبدنا نعمل هون وبدنا نوظف هون. في قرار سياسي مسؤولية الكل، هذا القرار يجب ان يؤخذ، وبالتالي ان نبدأ بسياسة ضبط الانفاق والهدر. دراسة الكرود يلي عم تجينا مش منزلة، مثل احد الزملاء ذكره ومعه حق بلجنة المال، ما بقى فينا نكمل بطريقة والله انه هذه قروض موقعة ونحن بتمرق علينا مرور الكرام، مش رح نمشي فيها. بدنا نعرف ليه، بدنا نعرف كلفتها، بدنا نعرف الجدوى منها، بدنا نعرف اللي قبلها اذا ما تنفذ ليه، بدنا نعرف اذا في مشاريع مش عم تشتغل لماذا، وبدنا نفوت على شفافية التلزيمات. الإعلام الديني محور بحث بين مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ووفد إسلامي مسيحي للمحافظة على القيم الدينية، ضم مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبد أبو كاسم والقاضي الشيخ خلدون عريطم والشيخ حسن شريفي. أبو كاسم أكد أن لبنان رسالة مهمة على الصعيدين المسيحي والإسلامي. بتوجيهاته فيما يخص أن نكون دائما عائلة واحدة لبنانية في مواجهة كل ما يتعرض له المجتمع اللبناني، لأن للبنان رسالة مهمة إن كان على الصعيد المسيحي أو على الصعيد الإسلامي، إننا نؤثر على دول المنطقة في المواقف التي نتخذها. ارتفاع أقساط مدرسة خديجة الكبرى من 900 ألف إلى 5 ملايين هو ما دفع الأهالي إلى الاعتصام ولقاء مفتي الجمهورية. تحقيق ندى الحوت. عادت أزمة زيادة الأقساط في مدارس المقاصد إلى الواجهة بعد إعلان مدير الجمعية دكتور فيصل صنو عبر تلفزيون لبنان عن أسباب زيادة الأقساط، رابطا الموضوع بتواجد المدرسة في مناطق معينة في العاصمة بيروت. هذا المنطق قوبل بالرفض من قبل الأهالي، والاعتصام انطلق صباحا عند 7:30 من أمام مدرسة خديجة الكبرى، وكانت مطالبة بالعودة على القرار الجائر الذي يقضي برفع أسعار أقساط المدرسة من 900 ألف إلى 6 مليون. مشكلة عنا انه بديت من حوالي 3 ايام انه بقى دعيوا ورانا لاجتماع طارئ، بلغنا فيه انه الاقساط بحجة انه المدرسة بدهم يطوروها بدها تزيد من 1,250,000 هو القسط 900، نحن ندفع 1,250,000 ما عنا اشكال، بين 5 و6 مليون، يعني زيادة بين 400 و500%. المشكلة تحويل المدارس الإسلامية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت إلى مدارس علمانية، وهذا أمر مرفوض. هو ما قال هيك بالمقابلة. ولكن كل المعطيات عم بتقول هالشيء. هذا بده يغير، انه مين في بعد في من اهالي بيروت يقدر يدفع قصة 7 مليون ليرة؟ مين في؟ مع احترامي له، هو ما بيعرف الجغرافيا منيح، لانه خديجة الكبرى هي بعائشة بكار، وبعد ما وصلنا على فردان بقى يقرا منيح تاريخ بيروت وجغرافية بيروت قبل ما يقول هي على فردان. بعدين اذا كانت هي على فردان اولادنا ما بحق لهم انه يتعلموا بمدرسة مرتبة ومنيحة، ماني فهمانة يعني انه لانه على فردان لازم يلغوا الطبقة الوسطى ويجيبوا التلاميذ الاغنياء مثلا البرجوازية الطبقة المخملية، ما بيمشي الحال. نحن أولادنا حقهم يتعلموا إن كان بفردان ولا بالحمرة ولا بطريق جديدة، كليته هيدا اسمه علم. في تلاميذ كانوا رافضين هيدا القرار ونزلوا اليوم الصبح اعتصموا مع الأهل، بيتفاجأوا لما بيفوتوا إنه ما بيقدروا يفوتوا على صفوفهم وبيتوقفوا بقلب الإدارة. تلاميذنا مش فايتين على سجن، تلاميذنا فايتين على مدرسة، تلاميذنا عندهم تقديم رسمي، أي حصة بالرياضيات أو بالبيولوجي بتأثر على الشهادة الرسمية. المعتصمون التقوا مفتي الجمهورية اللبنانية شيخ عبد اللطيف دريان الذي أكد حل القضية على عاتقه، ووعد بأنه هو حيعمل اللي بيقدر عليه، وهو متابع للموضوع من 4 أو 5 أيام، ونصحنا بأنه نوصل صوتنا اليوم للجمعية. وانتقل المعتصمون بعد ذلك إلى مركز الجمعية وتم عقد لقاء مع رئيسها لحل المشكلة. المهندسون الفلسطينيون ممنوعون من العمل مع الأونروا، ومطالبة فلسطينية للدولة اللبنانية بالضغط بعودة الأونروا عن قرارها.
أكثر من 1000 مهندس فلسطيني يعملون في وكالة الأنروا منذ سنوات مهددون بالتوقف عن العمل في نهاية شهر شباط المقبل إذا لم ينتسبوا إلى نقابة المهندسين اللبنانيين. قرار الأنروا هذا فاجأ المهندسين الفلسطينيين، خصوصا أن النظام الداخلي في نقابة المهندسين اللبنانيين لا تسمح دخول أي مهندس أجنبي إلى النقابة. في مخيم عين الحلوي وحده أكثر من 350 مهندسا سيجدون أنفسهم في نهاية شباط بلا عمل إذا ما طبق القرار. اتحاد المهندسين الفلسطينيين طلب الدولة اللبنانية بالضغط على الأنروا لإعادة النظر بقرارها ملوحين بالاعتصام والتظاهر. فوجئنا أيضا قبل يومين عم برسلوا إدارة الأنروا رسائل للمقاولين وللمهندسين المقاولين من الفئة سي والفئة بي انه عم بيمددوا لهم العقد لنهاية شهر شباط هاي السنة، وعلما انه هن طلبوا بشهر 11 من كل المقاولين ومن كل المهندسين المقاولين اوراق تجديد اوراقهم لتجديد عقودهم لمدة سنتين. فمفروض هاي الورقة اللي اجت قبل يومين ثلاثة للمقاولين وللمهندسين تيجي للسنة 2021 لنهاية 2021، فتفاجأنا إن جاي لنهاية شهر شباط السنة يعني. المهندسون الفلسطينيون عقدوا اجتماعات مع مسؤولي الأنروا خلصت إلى وعود بإصدار استثناءات للعمل، إلا أن هذا الطرح رفض من قبل المهندسين وسط تخوف من أن ينسحب هذا القرار على مهن أخرى كالأطباء والمدرسين ومتعهدي البناء وغيرها. هذه الخطوة الظالمة والمشحفة تفتح أمام وزارة التربية والتعليم بكرة للمطالبة للأنروا بإجازة عمل داخل هذه الأقسام، وهذا لا يمكن أن يتحقق بظل الحرمان الفلسطيني. وقبل أيام عقد لقاء مع المدير العام للأنروا في لبنان وبحثنا هذا القرار وقال سنصدر استثناءات، وهذا الاستثناء الذي سيصدر لا يمكن أن يحقق آمال الشعب الفلسطيني، لذا مطلوب إلغاء هذا القرار الاستثناء. ملف المهندسين الفلسطينيين يفتح مجددا ملف حق العمل الفلسطيني في لبنان وتأمين ظروف اجتماعية وإنسانية للاجئ الفلسطيني. وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن دعا إلى إعادة النظر بسياستنا الاقتصادية بعد تشكيل الحكومة. أكد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن أهمية الصناعة الورقية في الحياة اليومية ودورها في الاقتصاد عالميا، مشددا في خلال افتتاحه معرض الورق والكرتون بنسخته الخامسة في البيال على الصعوبات التي يواجهها هذا القطاع في لبنان. أدعو مجددا المسؤولين اللبنانيين من هذا المنبر عندما تحين لهم الفرصة بعد تشكيل الحكومة إلى إعادة النظر بكل سياساتنا الاقتصادية واتفاقياتنا التجارية، ليس لقطع العلاقات التجارية مع أي دولة، بل لتنظيم هذه العلاقات وتصحيح الميزان التجاري. رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل أشار إلى أهمية إقامة المعرض في بيروت، خصوصا أن لبنان هو أول من أدخل صناعة التدوير إلى المنطقة عام 1929، مؤكدا السعي للحد من المنافسة مع الخارج والعمل على تعاون. وكان لبعض أصحاب الشركات الوطنية المشاركة رأيهم حول تأثير هذا المعرض على صناعتهم. يهمنا أن ينعقد هذا المعرض في هذه الظروف الصعبة ليؤكد على عزيمة الصناعيين للنهوض في هذا القطاع. نحن كنا بنتأمل أنه نقوي صناعتنا، بقى إذا بنطلع يمكن نحن شركتين أو أربع شركات واحدين صناعة لبنانية والباقي كله الأجنبي. مش جايين نبيع بضاعتنا، بضاعتنا منبيعها وطنيا ومنبيعها خليجيا، بس لنقول نحن ثلاث مصانع متحدين، ما مننافس بعضنا، منتعاون مع بعضنا على كل مشاكلنا. نحن شركات نستعمل النفايات الورقية ونحن يعني ضد حرقها أو استعمالها بغير محلاتها. تخلل الافتتاح جولة استمع الوزير الحاج حسن في خلالها إلى واقع هذا القطاع من قبل المشاركين في المعرض. وإلى الفقرة الاقتصادية مع ندى الحوت. في الاقتصاد، تداعيات تأخير تشكيل الحكومة تتجه إلى ذروة المخاطر مع خفض تصنيف لبنان الائتماني من B3 إلى CAA1. ماذا يعني هذا الموضوع؟ في الفقرة الاقتصادية معنا دكتور أديب طعمي، أهلا وسهلا فيك. في عندك مشكلة ثقة بالطبقة الحاكمة بلبنان، يعني
ما بقى عم نخترعها، يعني بس تنزل الجريد تبعك لسي سي 1 من موديس، بس كل المصارف الأجنبية تحكي عن الوضع اللبناني، عندك مشكلة ثقة، مشكلة ثقة لازم تتواجه بسلة تدابير، بس ما عم نشوف شيء. اليوم جمعية المصارف يعني أصدرت حل لموضوع القروض السكنية، ونحن فعلا بانتظار تعميم يصدر من حاكم مصرف لبنان كيف سيطبق هذا الموضوع على الأرض. برأيك هل فعلا هالشريحة الفقيرة من المجتمع اللبناني يعني رح تاخد حقها هالمرة؟ أنا رأيي أنه الإسكان يلي عم يحكوا عنه هيدا أول شيء وهم، مع فايدة 5.9% عم ينحكى، مع فايدة أعلى، بس هيدا كمان وهم ما بيمشي هلأ، مش وارد يمشي هلا مع اقتصاد هالقد متكل على الاستيراد. يعني عكس يلي عم بيصير، يلي انت هلا بمرحله تكشف طويله عريضه. وتاني شيء منا الحل، يعني الحل بالمجتمع بالاقتصاد اللبناني هو اعاده النظر بالنموذج الاقتصادي اللبناني يلي يصير مبني على الانتاج، على خلق الفرص بلبنان. عم بينحكى انه رح تكون موجهه فقط لموظفي بالقطاع العام، يعني موظفي الدوله، يعني امن، جيش. طيب يلي عم ترجعي، نحن اذا نحن وصلنا بس لهيدي المرحله، لهيدي البارت من الناس، في اشخاص ثانيين مفروض انه يستفيدوا. اعاده التوازن الرهيبه بالمجتمع اللبناني، بس عندك موظف القطاع العام الوحيد فيه ياخذ بيت، الوحيد عنده معاش، ومعاشه الدوبل عن موظف القطاع الخاص يلي هو عم يتحمل كل شيء. هيدا لازم، يلي هو عم ينتج فعليا، هو عم ينتج وهو عم يتحمل كل شيء بالاخر. يعني بالاخر بس بتصير المدارس لموظفين القطاع العام، بس السكن للموظفين القطاع العام، بس التقاعد لموظفين القطاع العام والقطاع الخاص. وانت بلبنان، يعني انت مش ببلد، انت منك بالدنمارك، منك بسويد، انت بلبنان. في تطور لافت، قال بعض الخبراء ان طيار الرحله الماليزيه المنكوبه اماتشا تسبب بتحطم الطائره عمدا في مهمه انتحاريه، ما اسفر عن مقتل جميع ركاب الرحله الجويه البالغ عددهم 239 شخصا. ويدعم هذه النظريه فيكتور ايانيلو الذي يعمل لصالح المجموعة المستقلة التي تساعد المسؤولين الأستراليين في البحث عن الطائرة المفقودة. وفي تقرير استخدم بيانات الرادار المدنية يقول إن شاه ربما استخدم مسارا معينا لخداع مشغلي الرادار. أخبار محلية متفرقة في هذا الشريط السريع. رعى رئيس الحكومة سعد الحريري ممثلا بالنائب ديما جمالي ندوة في نقابة المهندسين في طرابلس عن واقع النقابات في المدينة والشمال والحلول المقترحة من شركة ثري ويست الفرنسية. استقبل وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم رياشي في مكتبه في الوزارة السفير الصيني، وتم بحث الأوضاع، كما التقى السفير البريطاني وبحث معه في سبل التعاون الإعلامي بين البلدين. استقبل وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال الأولتوين عضو كتلة الوسط المستقلة النائب علي درويش، الذي اعتبر أن موضوع الفساد هو موضوع أساسي ويأخذ حيزا كبيرا في مسائل البحث، وعلينا إعطاء هذا الأمر أهمية كبرى. بدوره لفت التوين إلى أن درويش هو من النواب القلائل جدا الذين زاروا هذه الوزارة. ضمن مشروع صيدا بتفرز، والذي أطلقته النائبة بهية الحريري بالتعاون مع البلديات ومؤسسات المجتمع المدني، جرى إطلاق يوم توعية في بلدية البرامي شارك فيه نحو 100 متطوع. نفذ اتحاد نقابات العمال والمستخدمين وأركان اتحاد النقل البري في الشمال ونقابات المهن الحرة ومياومو ضمان طرابلس اعتصاما أمام مركز الضمان في الميناء تضامنا مع المياومين في المركز. وإلى الأخبار الدولية، في فنزويلا غويدو يدعو للتظاهر ضد ماديرو، والبيت الأبيض يحذر سنرد على التهديدات ضد الدبلوماسيين الأمريكيين بقوة. دعا رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غويدو، الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة، إلى جولة جديدة من التظاهرات يومي الأربعاء والسبت ضد الرئيس نيكولاس مادورو وللمطالبة بإجراء انتخابات جديدة. وطالب رئيس الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة في مقطع فيديو على تويتر أنصاره بتنظيم إضراب سلمي لشل البلاد على أن تعقبه مسيرة وطنية كبيرة السبت بموازاة تحرك دولي. ووسط تحذير مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون فنزويلا من أن أي تهديد ضد الدبلوماسيين الأمريكيين أو زعيم المعارضة سيقابل برد قوي، تبدو أن الأزمة السياسية في فنزويلا قد وصلت لنقطة الغليان وسط جهود مكثفة من المعارضة للإطاحة بمادورو.
وقد حددت 6 دول أوروبية مهلة 8 أيام للدعوة إلى انتخابات تحت طائلة اعترافها بالمعارض اليميني غوايدو رئيسا لفنزويلا، وهي المهلة التي رفضها مادورو في مقابلة مع قناة CNN التركية، حيث قال إنه مستعد للانخراط في حوار شامل مع الذين يعارضون رئاسته للبلاد، وبأنه أرسل عدة رسائل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنه يعتقد أن الرئيس ترامب يحتقرنا. وظهر مادورو في وقت لاحق في مناورة عسكرية بولاية كارابوبو وسط البلاد، حيث دعا إلى الاتحاد والانضباط والتماسك من أجل التغلب على ما وصفه بمحاولة الانقلاب من جانب غوايدو. وكان انشق الملحق العسكري الفنزويلي لدى واشنطن خوسيه لويس سيلفا عن حكومة مادورو قائلا إنه يعترف بغوايدو رئيسا للبلاد. ماكرون يؤكد لا تطبيع مع سوريا من دون تقدم في الحل السياسي، ولافروف يكشف أن اللقاء المقبل حول سوريا في أستانا سينعقد منتصف الشهر المقبل. في موقف لافت قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن النظرة مشتركة بشأن قضية سوريا والتطبيع مع دمشق سيكون غير مقبول دون تحقيق تقدم على صعيد الحل في سوريا. في هذا الوقت لفت الحرس الثوري الإيراني إلى أن كلام إسرائيل عن مقتل 11 إيرانيا في الضربات الأخيرة على سوريا هو أكاذيب لا أساس لها، فيما أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي بأن اتهام رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان لروسيا بعدم تفعيل منظومتها الدفاعية في سوريا خلال الاعتداءات الإسرائيلية لا يعبر عنا، مشيرا إلى أن موقف إيران الرسمي يتم إعلانه من قبل وزارة الخارجية. وفي التحركات وصل النائب الأول للرئيس الإيراني إلى دمشق على رأس وفد وسيلتقى الأسد وعدد من المسؤولين. وسط هذه الأجواء أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن اللقاء المقبل حول سوريا في أستانا سيعقد منتصف الشهر المقبل. إلى هنا تنتهي نشرتنا نبيل، وأنا نشكر لكم حسن المتابعة. الملتقى يتجدد في تمام الساعة 11:30. إلى اللقاء.